بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من اليوم في ساعه. الليله باذن الله هنكون مع حضراتكم لمده ساعتين. الساعه الثانيه طبيعي ان احنا هنتكلم على الانتخابات الامريكيه ونتيجه الانتخابات الامريكيه. ممكن حضراتكم تكونوا يعني تعبتوا من كتر ما تابعتوا الانتخابات الامريكيه، لكن عايزين نقول ان كل ساعه تقريبا فيها جديد متعلق بهذه الانتخابات. كون ان تم اعلان الفوز، اذا دخلنا بقى في مرحله اخرى، ماذا بعد هذا الفوز؟ ترامب اللي كان بالنسبة لناس كتير بعيد عن الخيال، بل بالعكس البعض كان متخيل ان هو يعني داخل كده كنوع من انواع التجربة فقط، لكن مش لانه يبقى عنده امل او طموح في انه هو يفوز. حزبه نفسه ما كانش كله بيدعمه بالشكل الكافي، لكن فوجئنا بالنسبة للبعض، والبعض الاخر كان متوقع على فكرة النتيجة دي، ان دونالد ترامب هو الرئيس 45 للولايات المتحدة الامريكية. اذا ماذا بعد هذا الفوز؟ ماذا عن هذه الشخصية عندما تحكم الولايات المتحدة الامريكية؟ كل دي اسئلة رئيسية بالتأكيد بمجرد ما كلنا لقينا ان دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الامريكية، حتى بالنسبة للي كان بيقول امر وارد ان هو يصل الى هذا المنصب. من ضمن مثلا التكهنات ان الطبيعي إن فترة ديمقراطية فترة جمهورية، إذا المرة دي المفروض إن هي تبقى جمهورية أيا كان مين المرشح اللي هو ترامب. لكن كان في جدل كبير جدا إن لا، غالبا اللي هتفوز في هذه الانتخابات هي هيلاري كلينتون، نتيجة للحنكة اللي موجودة عندها، نتيجة لأن هي سياسية قديمة. لكن دونالد ترامب ليس بهذه الحنكة على الإطلاق، وليس بدرجة ضبط النفس كما هي هيلاري كلينتون. لكن الآن نحن أمام رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، رئيس جمهوري دونالد ترامب بصفات مختلفة عما سبق وحتى من الجمهوريين. في شهر يناير هو اللي هنبدأ نلاقي قرارات بدأت توضع من الشخصية الجديدة على البيت الأبيض، فده هيكون حوارنا الرئيسي بإذن الله. اما بالنسبه بقى لموضوعاتنا، فطبيعي ان احنا يبقى عندنا موضوعات مختلفه بعيدا عن العالم كله كان يعني تقريبا يحبس الانفاس عشان يتابع الانتخابات الامريكيه، لكن لازم طبعا يبقى في اخبار. من ضمن الاخبار ان النهارده استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقرير حول موقف الحال للاجراءات اللي بيتم اتخاذها لاعداد مشروع قانون الاستثمار، وان في توصيه بسرعه الانتهاء من هذا المشروع. معروف ان قانون الاستثمار من القوانين الهامه جدا اللي تم انتظارها، واللي كمان وقت ما يتم تفعيلها بالفعل وموافقه مجلس النواب بعد كده عليها، من المهم ان هو يكون على ارض الواقع عشان يبقى في استثمارات على هذا الأساس، على أساس هذا القانون. والمجلس الأعلى للاستثمار بالتأكيد المفروض أنه طبعا يكون ليه دور مهم وكبير جدا في المرحلة القادمة. بالإضافة لكده كمان رئيس مجلس الوزراء كلف بسرعة الانتهاء من قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم. اتكلمنا على أن لسه ما حدش خرج من منظومة الدعم، لكن بيتم تنقية اللي داخلين في إطار منظومة الدعم. التنقية مش معنى كده أن واحد يخرج لأن هو المفروض أن احنا شفناك أنك عايز تخرج وده كل ما في الأمر، لا، التنقية في الأساس بالنسبة للمتوفين، بالنسبة للمسافرين، بالنسبة للمستوىهم الاجتماعي أعلى من أن هم يكونوا موجودين داخل منظومة الدعم، عشان يترك المكان لمستحقيه. هو ده الهدف الرئيسي. معنا دلوقتي الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء ومسؤول ملف مجلس الوزراء بالتأكيد بجريدة العالم اليوم. مساء الخير يا أستاذ كمال. أستاذ كمال ريان لسه مش معنا. طيب، أعتقد أن احنا محتاجين نقرأ بعض التفاصيل عن الموضوعين. أولا بالنسبة لقانون الاستثمار، تم التأكيد على الانتهاء ومراجعته خلال 3 أسابيع، وده عرضه على المجلس بما يحقق سرعة إقراره في ضوء ما يمثله من خطوة هامة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية. ده بالنسبة لقانون الاستثمار. أما بالنسبة لمنظومة الدعم وسرعة الانتهاء من هذه القاعدة، قاعدة بيانات المستفيدين من هذا الدعم، كلف المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة الدعم، وخاصة بالنسبة للدعم للمستحقين، وده في ضوء عزم الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة. استعرض الاجتماع تقرير حول المحددات اللازمة لتوجيه الدعم لمن يستحقه بشكل فعلي، على أن تجتمع اللجنة بشكل مكثف لاختيار أفضل المؤشرات الخاصة بتنقية البطاقات، على أن يتم عرض ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء لوضعها موضع التنفيذ.
تفاصيل أكثر مع الأستاذ كمال ريان، مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة العالم اليوم. مساء الخير يا أستاذ كمال. عايزين نعرف تفاصيل أكثر عن الموضوعين اللي احنا اتكلمنا عنهم، سواء بالنسبة لقانون الاستثمار أو بالنسبة لقاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، وبعد كده نتكلم على لو كان في موضوعات أخرى. الحقيقة بالنسبة لقانون الاستثمار الحكومة من قشتها لسرعة إصدار هذا القانون، القانون مهم اللي هو يأتي في إطار تحرك الدولة المكثفة في اتجاه الاستثمار. طبعا تابعنا القرارات المهمة، كان في 17 قرار مهم اتخذهم المجلس الأعلى في أول اجتماع. هو أستاذ كمال أستاذن حضرتك، ممكن حضرتك تبقى في مكان الشبكة فيه أفضل، لأن الصوت يعني فيه مشكلة شوية. أستاذ كمال، ألو، أيوه كده 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 أفضل على ما أعتقد، اتفضل. يعني بقول لحضرتك النهارده نناقش مشروع قانون الاستثمار، ويعني هذا القانون هناك يعني مرحلة من الحكومة إن تسرع إصداره. النهارده وزير الاستثمار أعلنت إن هذا القانون هيتم انتهاءه ومراجعته خلال 3 أسابيع. بسرعة تعرض على هذا القانون، لأن بيظهر أنه أحد المحاور المهمة جدا لتشجيع الاستثمار، ونحن طبعا متابعين توجه الدولة القوي نحو تشجيع الاستثمار، ورأينا القرارات المهمة 17 قرار كان أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول اجتماع له. فالنهاردة يعني الحكومة أكدت على أن القانون إن شاء الله هيعرض على مجلس النواب بنهاية نوفمبر. طبعا كان في حوار مكثف حول مع مجتمعات الاعمال، وكان في يعني ايضا دور مشروع او المشاكل يعني حصرها على الشروط الموجوده ومقترحات المستثمرين ومقترحات رجال الاعمال، وهيكون في ايضا المزيد من الحوارات حوله خلال الاسابيع المقبله عشان يكون القانون جاهز. ويعني قوة التصور ان هو هيكون جاهز بشكل يحل مشكلات الاستثمار ان شاء الله، ويعطي دفعه قويه لتشجيع الاستثمار بحيث يعرض ان شاء الله زي ما قلت على مجلس النواب يعني في نهايه هذا الشهر ان شاء الله. نعم، بعد 3 أسابيع، ما هو ده من ضمن اللي موجود في الخبر بالفعل. طيب بالنسبه بقى لقاعده بيانات المستفيدين من الدعم. الحقيقه النهارده كان في بعد اجتماع مجلس الوزراء كان في اجتماع للجنة العدالة الاجتماعية. الحقيقة هذه اللجنة بتعمل حاجتين، بتنقي طبعا او يعني بي 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 بتحاول يعني مهمتها انها توصل الدعم للمستحقين الحقيقيين، بحيث يعني المحدود الداخل او الاقتراب ياخذ افضل، وفي نفس الوقت بيتم يعني توفير الدعم كان بيهدر او جاهز لغير المستحقين. النهارده من ضمن يمكن الاخبار اللي اعلنت ان يعني حجم الدعم الموجه للسلع الاساسيه لغير القادرين وصل نحو 50 مليار جنيه، يعني بزياده 5 مليار عما كان مقرر في الموازنه. طبعا يعني هذا الرقم رقم كبير جدا. النهارده في توجيه من رئيس الوزراء بسرعه الانتهاء من قاعده البيانات الخاصه بالمستفيدين من منظومه الدعم، وخاصه طبعا السلع التموينيه، و يعني عشان كمان تحديد المستفيدين اللي يستفيدوا من جميع برامج الحمايه الاجتماعيه اللي بتعملها الحكومه واللي هتنفذها خلال الفتره. نعم، سرعه الانتهاء معناها تقريبا خلال فتره زمنيه قد ايه برضه يا استاذ كمال؟ هو الحقيقه يعني ممكن ما تتكلموش عن فتره، لكن النهارده كان كلام ان يعني اللجنه هتجتمع بشكل مكثف، يعني ممكن ان تعقد اكثر من اجتماع اسبوعيا لاختيار يعني او يعني للانتهاء سريعا من قاعده رئيس وزراء تضحك سريعا جدا، يعني ممكن يعني ما ياخدش اكثر. يعني ممكن ما ياخدش اكثر من ايه يا استاذ كمال؟ ممكن ما ياخدش اكثر من شهر على ما يتم قاعده الاستناد بالكامل. يعني هو للاسف يعني الشديد ان الصوت يعني في مشكله جامده جدا في التواصل عموما. استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء ومسؤول هذا الملف بجريده العالم اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك، وللاسف الشديد ان فعلا يظهر ان في مشكله في الشبكه والتواصل. نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام.
الدولار تراجع سعره عن الامس، يعني امبارح كان معدي 17 جنيه، لا النهارده المفروض ان هو تراجع الى 17 جنيه، ده بالنسبه لمصر. وارجع كمان المراقبون هذا الامر لان في ناس كتير جدا من اللي كانت مخزنه دولارات وهي مش محتاجاها بدات في ان هي تروح البنوك وتقوم ببيعها، هذا امر. وهناك امر اخر وموضوع ان بمجرد ما ترامب فاز الدولار تراجع امام العملات الاخرى. نعرف اكتر أو نعرف تفاصيل عن أسباب هذا التراجع بالنسبة للشكل العالمي أولا من الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. حضرتك ترجع يعني الأسباب لإيه في إن بمجرد فوز ترامب الدولار يتراجع أمام العملات الأجنبية الأخرى؟ لا، هو بالتأكيد التوقعات كلها قبل دخول السباق مراحله الحاسمه كان كله بيصب في مصلحه هيلاري كلينتون المرشحه الديمقراطيه. فبالتاكيد دونالد ترامب كان وفقا لوسائل الميديا المختلفه وفقا لمراكز الابحاث كان خارج المنافسه بشكل حقيقي. لكن واقع الامر صدى المفاجاه اللي حدثت، اتصور انها ادبكت مش بس اسواق النقد لكن كمان اسواق المال وكمان اسواق المعادن بالمناسبه بما فيه كمان اسواق النفط. الحقيقه التذبذبات عنيفه شاهدها هذه الاسواق، وعاده المستثمرين بيتارجحوا او بيتبادل استثماراتهم فيما بين كل هذه الاسواق. بالتاكيد على الرغم من ان دونالد ترامب بيهتم بالشان الاقتصادي اكثر من هيلاري كلينتون بكثير، ده شانه الاساسي الاقتصاد بالتاكيد، الا انه يمكن تصريحاته اللي مش عايز اقول مستفزه لكن المضطربه في بعض الاحيان هي اللي خلت العالم ياخذ النتائج الفعليه بمزيد من الحرص والترقب، وبالتالي هو عاده الاستثمار اللي بالتاكيد بيكون مرتبط بالمستقبل ما بيحبش قوي المفاجات. عاده الاستثمار بيحسب حساباته، وبالتالي لما دونالد ترامب يكسب الانتخابات مؤكد انه بيبقى في حاله شوك في اسواق المال. بس حتى المفاجات هو على ارض الواقع فعليا المفروض يبقى رئيس الولايات المتحده الامريكيه في يناير، يعني فليه برضو السوق يتاثر من دلوقتي؟ لا، ما هو بالتاكيد حسم خلاص الامر وهو داخل البيت الابيض. المساله احنا الاستثمار مش بيتكلم في شهر او شهرين، الاستثمار عاده بنتحدث عن سنوات عديده، وبالتالي كان امر طبيعي انه العلاقات كمان المتوقع ان تتوتر او تستقر فيما بين الولايات المتحده وسائر دول العالم. وحقيقه شفنا تصريحات المسؤولين في كل دول العالم يعني ينتبه مزيد من الترقب والحرص ومحاوله تهدئه الامور علشان الاسواق المختلفه اللي بتجذب اكبر قدر من الاستثمار تهدأ، ووتيره التقلبات العنيفه اللي شهدتها اسواق المال واسواق المعادن والنفط واسواق النقد كلها تهدأ، لانه بالتاكيد التوتر ده ممكن ان يدخلنا في ازمه ماليه عالميه جديده. فواقع الامر انه اتصور انه مع مرور الساعات والايام القادمه الامور سوف تهدأ، لانه مؤكد الكل يدرك ويعلم انه الرئيس الامريكي لن يكون بروسع الكثير، لانه في الغالب الولايات المتحده الامريكيه تدار اداره مؤسسيه، وبالتالي اتصور انه كل ما اطلق من تصريحات بعضها مستفز وبعضها مضطرب في اثناء الحمله الانتخابيه اتصور انها سوف تختلف كثيرا حينما يتولى بالفعل منصب الرئاسه. نعم، ده فيما يتعلق بالشان العالمي، لكن يبقى بقى ان الشان المحلي يعني في فكره ملهاش دعوه او مش مرتبطه بشكل كبير بالشان العالمي. تراجع سعر الدولار الى حد ما عن امبارح، ده بالنسبه لمصر، وبعض المراقبين بيرجعوا ده لاقبال الناس اكتر على انها تبيع الدولارات التي كانت مخزنه. بالتاكيد ما حدث للدولار داخل مصر مرجعه عمليه. الامر الاول هو بالتاكيد الاحداث العالميه وانخفاض الدولار امام عدد كبير من العملات الرئيسيه الدوليه، والامر الثاني مرجعه بالتاكيد لحاله المفترض نحن نتجه لمزيد من الاستقرار في سوق الخارج. واقع الامر الفتره الاولى الساعات الاولى والايام الاولى مؤكد هيكون فيها تذبذبات عاليه صعودا وهبوطا. الفجوه ايضا فيما بين سعر الشراء وسعر البيع داخل البنوك كبير للغايه على غير المعتاد، عاده بيكون بنتكلم في فروق بسيطه طفيفه. ليه يا فندم؟ يعني النهارده مثلا المفروض ان الشراء ب 17 والبيع 17.6، كده يبقى فاصل كبير؟
لا كده بدأنا نقضب شوية، لكن احنا منذ يوم الخميس كان الفرق جنيه، وبعدين بدينا نشوف الجمعه والسبت والاحد الفرق بيتقلص، بقينا نص جنيه، بقينا ربع جنيه، وبعدين دلوقتي بنتجه يبقى قروش محدوده، لكن كمان ما زال في مسافه واضحه الى حد ما في ما بين البنوك بعضها البعض. لا هو فعلا في بين البنوك. صحيح. وده امر متوقع، واتصور انه حتى لو كان في اتفاقات والبعض اللي بيتحدث طب هو كان ايه لازمته، ما هو الدولار قبل ما نعوم هو كان في المنطقه دي، طب انتوا عملتوا ايه؟ لا هي المساله الحقيقه الاكثر اهميه انه الدولار يدخل الجهاز المصرفي، ودي مساله مهمه جدا، لانه اذا كنا احنا بنديرها اداره الدوله يبقى مهم جدا انه النقد يكون متواجد في مساره الطبيعي في القطاع المصرفي، لانه هو بالتاكيد اللي بيدفع عجله الاستثمار، وهو اللي بيدفع عجله النمو الاقتصادي، وبالتالي ما يجبش انه الدولار يكون موجود على الصفه، وكل من يريد ان يحصل على الدولار يسحب على رصيف، بالتاكيد ده بيكتنفوا المخاطر، سواء كان تزييف او سرقه او تدليس او ما الى ذلك، ده امر معيب، خاصه كمان حينما تتجه الدوله في لحظه ما، وهذا الامر شفناه في اواخر الثمانينات، الدوله ذاتها حينما تريد ان تستوي القمح علشان تعمل رغيف العيش اللي بياكل الناس تنزل على رصيف تلمه، ده وضع بالتاكيد مهين لاي دوله في العالم، وبالتالي الامر الاكثر اهميه من انه الدولار يطلع او ينزل انه الدولار يكون موجود في مكانه الطبيعي. وده اللي بدا يتحقق دلوقتي بالتاكيد، واتصور انه نحن في مرحله المنافسه العنيفه فيما بين القطاع المصرفي والمضاربين اللي اعتادوا على هذه الوظيفه خلال الاشهر الماضيه، لكن اتصور انه في الوقت الحالي وخلال الفتره القادمه ايضا سوف نتجه لمزيد من الحسم من جانب البنوك، وان تفرض سيطرتها على هذا السوق. طيب تفرض سيطرتها، يعني برضو حضرتك متوقع ان هذا السعر يبقى، لان برضو تبع الخبراء ان هذا السعر برضو من الاسعار الغير منطقيه ال 17. خلينا ناكد على انه البنوك ما زالت في مرحله التجميع، هي ما زالت بتجمع اكبر قدر من النقد الاجنبي، خاصه انه البنك المركزي بقى شغله دلوقتي وظيفته الاساسيه انه يحتفظ بما لديه من نقد اجنبي كي يزيد من احتياطي النقد الاجنبي، وده الحقيقه الامر الهام للغايه. البنك المركزي الحقيقه توقف عن العطاءات الدوليه اللي كان بيدفعها اسبوعيا 120 مليون دولار، وباجمالي في كل شهر 480 مليون دولار، فالبنك المركزي اصبح يحتفظ به هذا الرقم شهريا، هيضيفه لصف الاحتياطي، وبالتالي البنوك ما بقتش تحصل على العطيه اللي كانت بتحصل عليها من البنك. يعني متوقع برضه يا دكتور هشام ان الدولار يوصل لسعره المنطقي الحقيقي الواقعي خلال فتره زمنيه قد ايه؟ اشهر معدوده، ماكسيمم هيبقى 6 شهور، لكن اتصور انه هيكون قبل كده، واتصور خلال الفتره القادمه هنتجه بقى نشوف، حتى لو كان في تذبذبات عنيفه في الوقت الحالي، خلال الفتره الجايه هنبتدي نشوف الدولار ده ينزل ل 14 و13 و12، اتصور ان هو ده الفعل الحقيقي اللي هيبقى عليه خلال الشهور القادمه. طيب نرجع تاني بقى لحاجه بتحصل عالميا وداخليا بيبقى امر اخر، موضوع ارتباط سعر الذهب مع سعر الدولار، يعني عالميا زي ما احنا عارفين، وحضرتك صلح لي ان كنت مخطئه في هذا الامر، ان وقت ما الدولار بيعلى الذهب بينخفض والعكس صحيح. عندنا هنا في مصر بقى الدولار يرتفع الذهب يرتفع، الدولار ينخفض الذهب ينخفض، والنهارده اسعار الذهب انخفضت بحوالي 10 جنيه. لا خلينا نوضح اللي حضرتك اشرت اليه في الاول، لانه عاده الدولار والذهب في الغالب بيسيروا في مسارين عكس بعض. ما هو ده عالميا، لكن في مصر بقى بيحصل حاجه ثانيه. ما هو خلينا نؤكد بس على النقطه الاولى، انه هو فعليا عالميا هم في الغالب عكس بعض، بدليل انه على الاسواق العالميه الدولار لما انخفض النهارده الذهب ارتفع بشده في الاسواق العالميه. لكن احنا عندنا فيما يتعلق بالذهب في مصر في عندنا اثرين كمان هم ضد بعض. الاثر الاول انه الدولار كل ما بيزيد مؤكد انه الذهب بيتم تقييمه على سعر الدولار. فالذهب كل البلاد كل ما بيرتفع عندنا مؤكد انه اسعار الذهب بتتزايد، وقت الامر انه ما حدث اليوم انه الدولار انخفض عالميا وايضا انخفض محليا، الذهب ارتفع عالميا، فالاثر كان انخفاض بس طفيف، لكن اتصور انه لو لم تكن الاحداث العالميه والدولار لم يتجه لمزيد من الانخفاض في الاسواق العالميه، اتصور انه كان سعر الذهب داخليا هيكون نسبه انخفاضه اعلى من هذا بكثير. نعم. طيب ده فيما يتعلق بسعر الدولار عالميا، فيما يتعلق بسعر الذهب سواء عالميا بقى او داخليا، لكن كمان المفروض ان الشريحه الاولى لقرض الصندوق الدولي تصل الى مصر، والجزء الاخر يبقى في مايو.
المفروض ان احنا هنلمس ده على ارض الواقع بالنسبه لسعر الدولار، هل احنا هنحس بيه ولا ده هيكون امر بعيد عن الموضوع جماهيري؟ الحقيقه ما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد ابعاده متعدده، مش بس على مستوى التمويل. يعني مهم جدا انه صندوق النقد زي ما احنا شفنا الحقيقه خلال الايام الماضيه، صندوق النقد والمؤسسات الاقتصاديه الدوليه بتشيد بالقرارات اللي اتخذت وانها سوف ينعكس اثرها الايجابي على الاقتصاد المصري خلال الفترات القادمه. بالاضافه بقى للتوصيه والاشاده من صندوق النقد اللي بالتاكيد هتكون محل اهتمام من جانب المستثمرين ومؤسسات الاعمال على مستوى العالم، بالتاكيد مزيد من النقد الاجنبي ياتي الى مصر خلال الفتره القادمه لتدعيم صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي، بيقلل من معدلات المخاطر اللي كانت بتواجه الاقتصاد المصري ويرشح الاقتصاد المصري لرفع تصنيفه الائتماني من قبل مؤسسات التقييم الدولي. ويبقى نتيجته ان ربما سعر الدولار ينخفض؟ بالتاكيد سعر الدولار سوف يتجه لمزيد من الانخفاض خلال الفتره القادمه كما اشرنا، ومؤكد ان كل ما صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي هيتزايد هيعطي مزيد من الثقه، لكن نؤكد على ان البنك المركزي هيحتفظ بهذا الرصيد من النقد الاجنبي، والبنوك اطلقت يدها كي تحصل على الدولار من الدخل الاقتصاد، وبالتالي اتصور انه البنوك مؤكد سوف يكون لها الغلبه في النهايه، لانه الحقيقه البنوك المصريه والمتواجده داخل القطاع المصرفي المصري لديها قدرات فائقه، لديها حسابات دقيقه للمخاطر، بتعرف ازاي تشتغل مع العملاء ومع الاقتصاد حينما يطلق لها يد القرار. نعم تمام، ده بالنسبه بقى لصندوق النقد الدولي. النهارده كمان كان في تصريح لوزير الماليه عمرو الجرحي قال فيه: ليس من الملائم ان تعيش مصر طوال العمر على مساعدات من الدول الاخرى، يجب علينا الا نظل تحت المساعده. السؤال نعمل ايه حتى لا نبقى تحت المساعده؟ طيب خلينا نوضح مراحل تطور الاقتصاد المصري. هو بالتاكيد خلال السنوات الماضيه وكمان بالمناسبه خلال العامين الاولين عقب ثوره 30 يونيو اعتمد كثيرا على مزيد من المساعدات من الدول الشقيقه والصديقه. في مرحله تاليه، وده الحقيقه اتصور انه خلال العام ونصف الماضيين كان الحقيقه مزيد من الحصول على التمويل بتكلفته. احنا في اول عامين بعد 30 يونيو كنا بناخد الاموال مجانيه. خلال العام ونصف الماضي بنحصل على هذه الاموال بتكلفه من سواء كان بنستورد مشتقات بتروليه بتسهيلات او بنحصل على تمويل من صناديق عربيه او بنوك دوليه او حتى الدول الشقيقه. المرحله الحاليه والمرحله اللي جايه الحقيقه احنا محتاجين تمويل في شكل اخر اللي هو في شكل الاستثمار. يعني كفايه بقى مزيد من التمويل، علشان ده بالتاكيد بيحملنا مزيد من الاعباء مش بس على الاجيال القادمه لكن كمان على الجيل الحالي، لانه مزيد من التمويل بيرفع من نسبه خدمه التمويل او خدمه الدين في الموازنه العامه للدوله، ده بيشيل يد الحكومه انها تقدر تتحرك، لانه واقع العمل من موازنه اجماليها 950 مليار جنيه، كل ما في يد الحكومه ان تتحرك به وتدير هذا الاقتصاد 200 مليار فقط 950، وده بالتاكيد من جراء ارتفاع نسبه خدمه الدين في موازنة العمل اللي هي بالفعل. اذا يبقى ان المهم ان احنا نقوم بالاستثمارات بشكل اسرع، وكمان تحرير سعر الصرف المفروض ان هو بيساعد في موضوع الاستثمارات، كمان مطلوب ان يبقى في صناعات مصريه نسبتها اكبر من اللي موجوده في الوقت الحالي. دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار جامعه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لخبر اخر مشاهدينا الكرام، وهو ان الاقسام الخارجيين الوافدين ده النهارده. ده خبر يمكن يعتبر تقليدي، لكن المهم في هذا الأمر هو أن الأزهر بيحمل هؤلاء الطلبة أمانة نشر الرسالة الوسطية، وأن هما يكونوا حائط صد ضد الجماعات المتطرفة التي تروج لأفكار بعيدة كل البعد عن الدين الحنيف. ده بقى هو المهم في الموضوع. صحيح ده الهدف من أن يبقى فيه طلاب وافدين موجودين في الأزهر، لكن كل يوم والتاني بنحس بأهمية هذا الأمر أكثر مما كنا فيه السابق. تفاصيل أكثر من الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية الوافدين بالأزهر. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. نشر الرسالة الوسطية، كل يوم بنحس إن إحنا في حاجة وإلى المزيد يعني من الحاجة إليها، وخصوصا كمان حتى بالتغيرات الأخيرة، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون عنده اتجاهات إلى حد ما ضد الدين الإسلامي، حتى الآن محدش عارف الخريطة هتكون عاملة إزاي. أهمية بقى تخريج دفعات كثيرة
وكبيرة من الأزهر كوافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة العالم كله الآن في حاجة إلى الفكر الوسط الأزهري، وكل يوم الوفود تأتي إلى مشيخة الأزهر لتنادي بانتشار هذا المنهج الوسطي الذي تحتاج إليه الدنيا بأسرها الآن. بالنسبة للطلاب الوافدين، فضيلة الإمام الأكبر يعتني بهذا الملف اعتناء كبيرا، لدرجة أننا كنا معه بالأمس القريب في اجتماع مع العمداء، وقال إن بين أيديكم ثروة كبيرة جدا لابد من استغلالها في نشر الفكر الوسطي وإرساء قواعد السلام في العالم عن طريق هذا الفكر. أكثر من 40,000 طالب وافد من أكثر من 100 دولة إسلامية وغير إسلامية يسلموا عقولهم إلى الأزهر وإلى علماء الأزهر، لسبب بسيط، أن الوسطية لا تكون إلا عند هؤلاء العلماء. الوسطية لا تكون إلا من هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا كلها. فحقيقة هؤلاء يعتبرون مكتبا لمصر والأزهر وللإسلام، سفراء يتحدثون باسم مصر ويتحدثون باسم الأزهر، وإذا ما نشروا علومهم في بلادهم أو أي بلاد أخرى فهم بهذا يعني يفتون الأنظار إلى هذا البلد العظيم الذي تجلى المولى سبحانه وتعالى على جبله. فالطلاب الوافدين ملف مهم وملف كبير، ولذلك نعتني به في الأزهر، وأول الذين يعتنون بذلك هو فضيلة الإمام الأكبر، ويحملنا المسؤولية كاملة أمام الله سبحانه وتعالى في هذا الملف، ويقول أنتم مسؤولون أمام المولى عز وجل، لأن هذا الدين أمانة ولا بد أن تبلغوه بحقيقته. نعم. طب دكتور عبد المنعم، في شقين بقى أو جزئين في هذا الأمر. الجزء الأول أن يكون عند هؤلاء الخريجين المعلومة الكافية المتعلقة بالدين الوسطي، وهذا بالتأكيد يحدث داخل الأزهر وداخل كلية الوافدين بالأزهر. الجزء الآخر هو مهارة توصيل هذه المعلومة، كيف يتم توصيل هذه المهارة عند هؤلاء الطلبة عشان بعد كده يقدروا أن هم فعلا يوصلوا الرسالة. من الأمور التي حملنا إياها فضيلة الإمام الأكبر أن هؤلاء الطلاب لابد أن تكون الدراسة لهم بالعربية الفصحى، لا يصح أن نخاطبهم بالعامية حتى تصل المعلومة سليمة إليهم. ده أولا. هذا أولا. ثانيا، أن هؤلاء الطلاب وخاصة هذا العام في كلية العلوم الإسلامية للوافدين لا يقعون يعني أسراء أو كل واحد منهم أسير لكتاب الأستاذ، بالعكس نحن بننزله إلى كتب التراث وإلى المناهج الأساسية ليعرف أصول هذا الدين. فلا يوجد طالب واحد يأخذ كتاب تأليف أستاذ، إنما لابد أن ينزل إلى المكتبة وأن يراجع وأن ينزل معه الأستاذ وأن يعلمه كيفية الحوار وكيفية مناقشة الآخر وكيفية تقبل ثقافة الآخر والمحاورة بأداب البحث والمناظرة المطلوبة التي يتحلى بها الطالب الوافد. نعم. الأساتذة الذين يقومون بهذا لهم خبرة في التعامل مع الطلاب الوافدين، ولذلك ليس أي أستاذ يدرس للوافدين، إنما أساتذة تعاملوا مع هؤلاء الطلاب وعرفوا ما لهم وما عليهم، وعرفوا كيف تصل إلى عقولهم المعلومة بالعربية الفصحى وبالمعلومة الصحيحة وبالوسطية التي يحتاجها العالم الآن، وهي أساس ديننا، دين الإسلام. نعم. نعم. دكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية الوافدين بالأزهر، شكرا جزيلا لحضرتك. النهاردة مشاهدي الكرام، الداخلية أعلنت عن ضبط 5 أوكار إرهابية وإحباط مخطط لاستهداف منشآت مختلفة يوم 11/11. نشوف مع حضراتكم الفيديو المتعلق بهذه الضبطية وأيضا أعمال وزارة الداخلية. في الحقيقة يعني الكل يعمل على قدم وساق، بقالنا فترة طويلة
في الحقيقة. وزارة الداخلية يعني بتتكبد عناء كبير لضبط الأوكار الإرهابية المختلفة، وعلى ما أعتقد إن مهم جدا إن كمان الموضوع الشعبي المدني الأهلي إن هو يكون مشارك، إن مرارا وتكرارا لازم أي حد شاكك في أي أمر مريب إن هو كمان يكون عليه دور فاعل، ما يبقاش بس الموضوع إن هي الحكومة عارفة كل حاجة. ما هي الحكومة برضه هتعرف كل حاجة منين؟ لازم إحنا نفسنا لو لقينا حاجة غريبة يبقى لنا دور فاعل إن إحنا نقوم بالإبلاغ. نشوف الجزء ده وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم. في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لرصد البؤر المتطرفة وملاحقة كوادرها الإرهابية والتي تم ضبطها والإعلان عنها مؤخرا من يقومون بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية التي تستخدم فيها مختلف أساليب التفجير وتهدف بصورة رئيسية لإيقاع أكبر قدر من الخسائر المادية والبشرية. فقد أكدت معلومات قطاع الأمن الوطني استمرار الكوادر الإرهابية بمختلف تصنيفاتها التنظيمية، وأبرزها تنظيم أجناد مصر، وبالتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية على نهجهم العدائي وقيامهم حاليا برصد العديد من الأهداف الحيوية بالبلاد والإعداد لاستهدافها خلال المرحلة الأخيرة، بالتزامن مع الدعوات الإثارية للتظاهر بتاريخ 11 من الشهر الجاري والهادفة لمحاولة نشر الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعيين وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية. تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية استباقية متتالية للكوادر المشار إليها لإجهاض مخططهم وإفشال عملياتهم التي تؤدي بحياة الكثير من الأبرياء، حيث رصدت النتائج اتخاذهم بعض الأوكار التنظيمية أماكن لاختبائهم وإعداد مستلزماتهم من الأسلحة والمتفجرات، وتم استهدافها في الإطار القانوني، وجاءت نتائجها وفقا للآتي: وكران عبارة عن شقتين كائنتين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، عثر بهما على 6 دوائر كهربائية معدة للتفجير عن بعد باستخدام ريموت كنترول، كان من المزمع زرعها على الأكمنة الشرطية مساء 10 من الشهر الجاري، 3 بطاريات موتوسيكل، 3 جراكن لمادة هيدروجين بروكسيد تستخدم في تصنيع المتفجرات، بندقية آلية و5 خزن بها، طمانجا ماركة بريتا عيار 9 ملي، كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، منزل بمدينة 10 من رمضان بمحافظة الشرقية، عثر به على بندقية آلية، وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة أبرزها أجولة من مادة اليوريا ونطرات النشادر والكبريت الزراعي، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة. الكميات اللي احنا شفناها دي لو كانت تحصل حاجة انفجار ولا حاجة دي كانت ممكن تدمر منطقة كلها بما فيها من مساكن، بما فيها من ناس، بما فيها مدرسة، مسجد، وفيها وحدة صحية. يعني ما مش عارف الإجرام ده، الإجرام ده ما شفتش منه الله وكيل. لكن المفروض إن أنا لما كنت أجرت إن أنا أتأكد وأروح أنا بنفسي أبلغ المباحث، وده نصيحة أنا بقولها لكل الواحد عايز يأجر ولا عايز حاجة، إن هو ما يثقش في حد. أحب أقول أجازة الأمن ربنا يبارك فيكم، أنتوا عليكم دور كبير وإحنا في حماكم، لأن إحنا من غيركم ما ننفعش. ولو مش انتوا ما كناش اكتشفنا الحكاية دي، لو مش انتوا مش كنا اكتشفنا الحكاية دي. انتوا دوركم كبير قوي، ربنا يبارك فيكم ويعينكم واحنا وراكم. مخزن تابع لقيادات الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بزاوية الكرداسة بمركز الفيوم، وعسر به على بندقية آلية، و19 خزنة خاصة بها، وكاتمين للصوت سلاح آلي، و12 عبوة تفجيرية مزودة بدوائر كهربائية، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة، وكمية من مادة NT شديدة الانفجار، وعدد من العبوات المتفجرة جاهزة للاستخدام، وكمية كبيرة من الذخيرة. هو جوني مرة عطولي الإيجار أول شهر ومشوا،
بعد كده بعده كده عطيني شهر تاني ومشي. فبقول له ما انت هتفتح المحل ده امتى؟ قال لي انا بشطب محل عندنا في البلد واجي اشطب المحل ده وافتحه. طب في البراميل دي بتاع ايه؟ قال لي ده صابون سايل. حتى جمال الانيش ما بينتظرش ان انا اتكلم معاه، يسيب لي ال 200 جنيه بتاع الايجار ويمشي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي اللي زيه وفي الاخوان وفي جماعه الاخوان كلها. كان هيدمر البلد ويدمر الاطفال الصغير اللي معيش ذنب ويدمر الناس اللي راكبه رايحه جايه على الطريق. الحاجات اللي كانوا بيقولوا عليها صابون سايل طلعت حاجات بتتركب للانابل وسلاح، وقالوا ده اخوان وكده. يدمر بلد، بحاول يدمر محافظه بحاله واحنا ما نعرفش عنها حاجه. والله لو نعرف حاجه لان سلمناه. بعد 200 متر من البيت كده في حضانه بتاع اطفال هنا، يعني لو اتفجرت هيدمر 200 طفل ولا 300 طفل في وقت واحد. يذنب بالشعب، يذنب بالناس الاطفال، احنا كصناعيه شغالين في وش يذنبنا مثلا. يذنب الاطفال، يذنب بالشرطه، يذنب اللي هو المكان اللي هو يعمل فيه، يذنب المكان نفسه اللي هو يدمره وخساره على البلد. الحمى الشعب والحمى يعني خساره على البلد نفسها كمان، يعني انا هدمر محول، طب ما هو ده خساره على البلد. هدمر ايا كان مكان فهو سواء خساره، خساره كبيره، وهي بلد مش مستحمل. بيدور محل مش مستحمل، كله بندور على متعايشنا كلها. معمل تابع لذات الجماعة الإرهابية لتصنيع المتفجرات بالمنطقة الجبلية بقرية الشروانة مركز إدفو بمحافظة أسوان، وعثر به على كمية من مادة RDX شديدة الانفجار وعدد من الجراكن تحوي على حامض الكبريتيك والنيتريك وأجولة بها كمية كبيرة من مادتي النترات وهكسامين الصوديوم ومعمل متكامل لتصنيع المتفجرات. أسهمت تلك الضربات الاستباقية في إجهاض وإفشال تحركات وأنشطة البؤر المشار إليها، والتي كانت تهدف لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي تتسم بالعنف والدموية للنيل من الاستقرار الأمني بالبلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والتأثير سلبا على مسيرة التنمية ومقدرات الوطن. وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي عناصر يشتبه فيها ويتخذون من بعض الشقق السكنية مأوى لهم للإعداد والتجهيز لعملياتهم الإرهابية لما يمثله ذلك من خطورة على قاطنيها وتعرض مالكيها للمساءلة القانونية، لا سيما مع وقوع تفجيرات سابقة بعدة عقارات استخدمها هؤلاء الإرهابيون مقرا لتجهيز عبواتهم المتفجرة وأسفرت عن وقوع بعض الخسائر المادية والبشرية للأبرياء. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستستمر في المضي قدما نحو اجتثاث الإرهاب والجريمة من منابعهما مهما كانت التضحيات ليبقى الوطن آمنا مستقرا.